عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ معاكم محمد تحسين من قناة الشاكي. ازيكم عاملين؟ لو انت بتحسب سعراتك صح، بص ممكن تكون بتحسبها بطريقة غلط. لما بتجيب سناكس، الحاجات زي السناكس اللي هوريها لك دلوقتي دي، ممكن تكون بتحسبها غلط، يعني غصب عنك مش بمزاجك يعني. بص ده سناكس كنت انا بحب اجيبه قوي. بص السناكس ده بيقول لك النيوتريشن فاكت او اللي هي التغذية، بيتكلم ان في 50 49 كالوري، كيلو كالوري يعني 50 كالوري. دي الناس بتضحك عليها في النقطه دي. 50 كالوري لو تيجي تبص يقول لك النيوتريشن فاكت لكل 10 جرام، يعني الحاجات دي لكل 10 جرام. طب الكيس ده وزنه كام؟ الوزن الصافي من 90 ل 100 جرام، يعني ال 50 دي او 49 جرام دي بتكون 49 كيلو كالوري، دي بتبقى 500 كالوري. انت ممكن تكون بتشتري حاجه اللي هي تكون 49 كالوري، فاكر ان دي هتخسسك؟ لا، دي 500 كيلو كالوري، يعني تقيله جدا، يعني فعلا فعلا تقيله تقيله ومش هتكون مفيده ليك. فانا حبيت بس انت تعرف الحاجات دي، واغلبيه الحاجات كلها بتبقى النيوتريشن فاكت بتبقى لكل 10 جرام او لكل 20 جرام، بس اغلبيتها لكل 10 جرام يقول لك بتديك كذا، وتلاقي الوزن الصافي بتاع الحاجه من 90 ل 100 جرام. فاحذر الفخ. شكرا جدا.